مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير، وفي هذه الجولة التي سوف نطلع نحن واياكم فيها على اخر المستجدات ديال المقاهي اللي كانت غادي تحل يعني في زمن كورونا. كما كتشوفوا معنا ربما بعد القرار الأخير بالسماح بافتتاح المطاعم والمقاهي، لأن يعني مازال يعني أنتم كما كتشوفوا يعني مجموعة من المقاهي مازال سادين، يعني المقاهي هنا في مدينة أكادير مازال محلات أنتم يعني حتى أيضا المطاعم مقهى آخر يعني بقى سادين كما كتشوفوا معنا. فهذه الجولة سوف نتطرق فيها للقرار ديال السماح للمقاهي والمطاعم بالافتتاح وفق شروط معينة، بين احترام مسافة الأمان واحترام عدد يعني واحد القدر ديال لي كليون ديال الزبائن. انتم اخواني الكرام يعني مجموعة من المقاهي لا زالت مغلقة رغم القرار ديال السماح لها بالافتتاح كما كتشوفوا معنا على المباشر اخواني الكرام. انتما يعني مجموعة من المقاهي لا زالت مغلقة ولم تفتح بعد رغم القرار الاخير الذي يعني سيسمح لها بالافتتاح وفق يعني شروط معينة كما اسلفت الذكر. من بين هاد الشروط انتما يعني باقي الابواب ديالها مغلقة، يعني كاين مجموعة من أرباب المقاهي الذين يطالبون يعني بالتعويضات بصندوق أنتما يعني مقهى آخر مغلق، كيطالبوا يعني بالتعويض من الأضرار الناجمة عن كوفيد-19. أنتما إخواني هذه مجموعة من المقاهي هنا بمدينة أكادير اللي لا زالت مغلقة الأبواب إخواني الكرام، وما زال محله نهائيا مقهى آخر، مقهى آخر نفس الشيء، كل المقاهي هنا مغلقة ولم تفتتح بعد الأبواب ديالها. صراحة يعني الناس تضروا كثير، خاصة الفئات يعني التي تشتغل بهذه المقاهي واللي توقفت لأزيد من يعني تقريبا أكثر من شهرين ونصف وهي متوقفة عن العمل، ورفض عدد كبير منهم أن يفتح إلا بعد الجلوس لطاولة الحوار من أجل مناقشة مجموعة من المشاكل ديالهم ومجموعة من الإشكالات التي يعانون منها والتي عرتها جائحة فيروس كورونا إخواني الكرام. كما تشوفوا يعني مقهى آخر مغلق بنفس